شفت الأقلام دي يا جماعة؟ حلوين، دول هدية مني ليك. مقبولة منك يا مستر داني. لا شفتها كويس؟ حقيقي حلوين. ما لاحظتش فيها حاجة. حاجة زي ايه؟ شفت بقى؟ أهو أنت رغم إنك متدرب تدريب عالي جدا، تدريب لا يمكن يحصل عليه إلا ضابط في المخابرات الإسرائيلية. ده شرف كبير بالنسبة لي. إلا إنك ما لاحظتش حاجة صغيرة قد كده. إيه هي؟ جهاز الإرسال اللي قلت لك عليه هنا. ايه ده؟ جهاز ارسال. معقولة؟ مش انا قلت لك من الاول؟ بس ده صغير قوي. ما احنا قلنا لك ما تخافش. اصل برضو يعني ما اقدرش. اصل انت ما تعرفش كمان مستر داني بيعملوا ايه في الجمارك الايام دي. وبعدين افرض الطوبة جت في المعطوبة وكشف. طب انت اتكشفت قبل كده؟ ما حصلش قبل كده، بس ممكن يحصل بعد كده. في حاجة قلنا لك عليها وما حصلتش؟ اه، حرب اكتوبر مش مقياس يا جمعة. امال ايه هو اللي مقياس؟ ثقتك فيه. انا ممكن اعمل اي حاجة في الدنيا، بس مستر داني اصلا. انت ليك عندنا قد ايه؟ والله انت قادرة بقى. حسابك هيوصلك بالكامل. بس المرتب كمان اللي انتوا عاملينه. المرتب هنضعفهولك. حق اللانش كمان اصله. حق اللانش هيوصلك بالكامل بشرط. تعرف جهاز زي ده تمنه كام؟ فكرك اننا نديك الجهاز ده من غير ما نكون واثقين 100% ان مفيش اي حد في العالم يقدر يتعرف عليك؟ يعني نديك ثروة عشان تبدلها. يعني انت مطمن تماما؟ ويكون في معلومك اني مش ممكن اديك الجهاز ده قبل ما اكشف على اعصابك. اعصابي؟ معلوم. انت عارف قيمة جهاز زي ده عندنا قد ايه؟ هو شكله كده بيقول انه غريب قوي. في العالم كله مفيش غير 4 نسخ. فاهم يعني ايه 4 نسخ منه يا شوان؟ 4 نسخ منه في العالم بس. طب افرض ان انا ما قدرتش، يعني عشان كده لازم نحطك على جهاز ضبط الاعصاب. اعصاب؟ هو انا بقى فيها اعصاب؟ ده انتوا بقالكوا جمعتين من اول ما وصلت وانتوا نازلين فيا عصر يا جدع. هنحط ده في الاعتبار، واذا اطمنا تماما هنديك الجهاز.